اهلا بحضراتكم جديد. ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي فيه الروح الجميله دي بين اللعيبه. امبارح حسام حسن لعب مكان محمد شريف. فرود مكان فرود. انتوا متخيلين ان الفرود الاساسي اللي خرج يبقى اكتر واحد فرحان للي نزل مكانه لما سجل؟ شفتوا الروح؟ عشان كده فكره فرقه الاهلي مش من فراغ. ده الجون يا جماعه، بصوا ده الجون، اتصرف هايل حسام حسن مسجل وهو بيسجد. شوفوا الفرحه من بره، واول حد جاري عليه مين؟ بالقميص بتاع اهو شايفين شريف، هو اللي نزل له جري. اه النمر 10 اللي دخل يجري. هو اللي نزل له جري يحتفل بيه اهو، وهو اللي بيقومه من على الارض اهو، وهو اللي فرحان له جدا. دي الروح اللي بتميز الاهلي واللي لازم أن يتحافظ عليها. مفيش حد بينافس ضد حد، ومفيش حد متضايق من حد. ده الفرود اللي خرج هو اللي فرحان للي نزل لما سجل. حسام حسن بعد المباراه عبر عن دي كمان. طبعا دي كمان مؤكد شغل من الجهاز الفني ان الفرقه ابتدت تستعيد روحها. يعني زي ما بيقولوا اوضه اللبس شكلها كده اتغيرت برضه. حسام حسن لحظة خروجه من الملعب كان حاسس بإيه؟ نشوف. هنعمل ايه بس؟ قلت لك ايه؟ انا مش حاسس ان انا اتولدت. مبروك يا حسن. مساء الخير يا جدع. ايه لك انا؟ ان شاء الله خير. حبيب حسام. يعني احيانا القدر يدخر لك لحظه تعوضك عن حاجات كتير وتبقى ليها معنى فيما هو قادم في مشوارك. الجون المهم جدا اللي زاد اهميته بعد ضربه الجزاء اللي اتحسبت على الاهلي كانت هتكلفك المباراه. طبعا. فاصبح الجون اللي جابه حسام هو اللي كسبك. وجون التاهل. فالحقيقه يا رب كل اللعيبه توفق وتستعيد مكانتها لصالحنا ولصالح مصر. ولعيب كبير ننتظر منه كتير. الصقر احمد حسن رايه ايه في سامي قمصان؟ ازاي سامي قمصان ادار مباراه كبيره ضد بيراميدز؟ تكتيك لها ازاي؟ تعامل معاها ازاي؟ نشوف احمد حسن. سامي خد المباراة زي ما هو عايز، وأنا أعتقد سامي احترم بيراميدز. ده صحيح. بشكل كبير جدا. نعم. وتكيس لم يستفيد من احترام سامي ليه، لأن احنا كلنا قلنا إن تشكيلته هجومية. تشكيلة تكيس هجومية، وتشكيلة سامي هي رد فعل. نعم. وده وضع طبيعي، لأن هو راجل المتاح بالنسبة له ده، فاشتغل على المتاح بالنسبة له، وقدر إن هو يعمل توليفة جيدة، وقدر إن هو ينظم خطوطه بشكل جيد. وحتى في الشوط الثاني هجمات النادي الاهلي هي اخطر، والنادي الاهلي كان ممكن في اكتر من فرصه لو استغلها بشكل كويس انا اعتقد ان كان ممكن يحرز منها اهداف. الكابتن احمد حسن رايه انه سامي خد المباراه للي هو عايزه، وده الحقيقه بيكشف عن عقليه هايله جدا من سامي قمصان. اشاد بيها كمان النجم الكبير محمد فضل. نشوف. حسام حسن ايام موسيماني لما كان بينزل فكان حسام ما كانش كويس، كنا بنقعد نقول ايه؟ لازم تنزله وتتكلم معاه علشان اما تحتاجه تلاقيه. نعم. فكان بينزل حسام حسن، تلاقي حضرتك حسام حسن يلعب دقيقتين او ثلاث دقائق او اربع دقائق ما فيش. فالناس بتبتدي تقول ايه؟ مش هو ده مهاجم النادي الاهلي. ايوه طب اتكلم معاه، لدرجه ان في مره مباراه نزله اخر دقيقه تقريبا، ومره نزله طلعه حاجه كده يعني. ماتشين نزله اخر دقيقتين. فطبعا دلوقتي لا، وكمان انه انتقد في المؤتمر الصحفي وقال انه ما بيجيبش هي يعني افقدوا بعض من الثقه يعني. ماتش ايسترن كومباني يا كابتن شوبير. نعم. سامي قمصان نزل حسام حسن وجاب جون واتلغى. دي كانت البدايه. نعم. وبعد كده ماتش المصري بيستلم لعيب المباراه بالكامل، ما رضاش يغيره. انا عاوز لعيبه. فالنهارده بكسب لعيب. طبعا ماتش ايسترن كومباني 16 لعيب. 16 لعيب لعبوا. نعم. بعدها الماتش اللي بعدها نفس الكلام، دلوقتي عندي حسام حسن. لسه بيجي حساسيه المباراه. كسبني مباراه. مظبوط.
هو يعني اتكلم في النقطه اللي انا لمست عليها قبل كده. المعنويات. يعني شفنا حسام قبل كده لما كان بينزل مدلدل، ما عندوش دوافع، ما مش سعيد، مش مستمتع. دلوقتي بينزل بياخد الفرص وحاسس انه الجو بيولد ولدت من جديد. جمله مهمه جدا.